معلقه الكمون ديت عشان تخف الانتفاخ، عشان هو زيه زي الكرنب بالظبط، بحاول ايه ان هو ما يعملش الانتفاخ. اهو يا حبيبي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عايز استوى كده جميل. نصفي سوا، هاخده كده صفي. هنعمل الخلطة بتاعته بقى، نحط كزبرة اهي، نجيب في الكبة كزبرة، بيضتين بيضة بيضة هاي الصوت هاي شكل واحد اللي انا هرسعه واحطه في الخلطه بتاعته اهو، هعمله برضه معاكم. ده الواحد اهو، مهروس في بعضه كده وبينحط في الخلطة بتاعته، وتشيل بالمعلقة كده وحط في الطاسة على طول، طلعيه صغير صغير كده بيبقى خفيف شوية عن القطعة ده. أنا برضو بحب أعمله صغير خالص، القطعة صغيرة عشان ما تبقاش إيه لحمها تقيل كده. أهو يا حبيبي دي قطعة، هي القطعة
اهو قطعه قطعه كده، وعليها الخلطه بتاعتها. مع بعض واحدة واحدة كده اهي. الخلطة دي ما بتبقى طعمها بقى بالحاجات اللي انا حطيتها دي، اللبن والثوم والطماطم والفلفل الاخضر والكزبرة وتوابلها. لو عندك حتة قشطة بتحط لها حتة قشطة، تبقى ايه مخدومة يعني، فبتبقى طعمة. مني في المطبخ غير المطبخ للشقة، احنا مأجرين، مش في احنا أيام الدراسة مأجرين الشقة دي، ده دي فعلا من الدراسة. بعد كده بقى في الأجازات بروح البيت بقى، بس لأي حاجة هو على الشطرة بتسلك في أي مكان وبتظبطه وبتنضفه زي الفل، وناس محترمة قاعدين مع ناس محترمين يعني الحمد لله. كده يا حبايبي خلصت اهوت اللي انا بدأته معاكم، الكرنبيت خلصته وعملت السلطة بتاعتي وبطاطس قليتها معاكم. دي جبنة بالطحينة، جبنة قديمة بالطحينة، جبنة حدقة، ودي الجبنة العادية، العيش الطري. الف صحة يا حبايبي على قلبكم يا رب. وديت ايه، دي الغدا البسيط بتاعنا النهاردة الحمد لله يا رب على نعم ربنا. الف صحة عليا وعليكم حبايبي، وتفضلوا بقى تغدوا معايا.